لو انت في ثانوية عامة فالفيديو ده مهم جدا ليك، فياريت تكمل لحد الاخر. اهلا بيكم في اكسجين، معاكم احمد مختار. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما، اللهم امين. دلوقتي بقينا في شهر 2 ونقدر نقسم الطلبه في الثانويه العامه لثلاث انواع: نوع الحماس قتلهم، ونوع التسويف سرقهم، ونوع ملوش دعوه باي حاجه خالص ومكمل زي ما هو وده ملناش دعوه بيه. في مننا اللي بيبدا السنه وعاوز ياكل الكتب اكل، وعاوز يجيب 50 كتاب ويحل من ده ويحل من ده، ودليل التقويم، وعايز يفرتك الدنيا. وفي نوع تاني عمال يسوف، اللي هو ياخد الحاجه وما بيذاكرهاش. طب هتذاكر امتى؟ شويه وهذاكر. فبعد كده بيحس ان حاجات كتير اتراكمت عليه وهو مش عارف يعمل ايه، فبيحس ان خلاص مفيش وقت والامل راح منه ومفيش اي حل ليه ولا اي امل. شايف ان الحل الوحيد ان السنه تبدا من الاول عشان يبدا بدايه جديده. وخليني اقول لك ان السنه لو بداناها لك من الاول برضه هتعمل نفس اللي انت عملته. الطلبه اللي بتبدا متحمسه جدا في اول السنه ما اقدرش ان اقول ده غلط، ودوت بيشكل نسبه كبيره مننا ويمكن يكون معظمنا. في ناس بتبدا كده وبتتخيل ان هي هتكمل لحد الاخر، بس هو كل واحد فينا ما بيكونش عارف فعلا هل طاقته تقدر تكمل ولا ما تكملش. قبل ما اقول لك انك في ماراثون وانك تهدي في الاول عشان تشد في الاخر وما تتعبش والكلام ده كله، ما اقدرش اظلمك على المثال ده، لان اي حد بيكون نازل ماراثون هو شخص رياضي اتدرب اكتر من مره، جري، عارف طاقته توصل لحد فين، فبالتالي عارف هيهدي فين وهيسرع فين. لكن انت اول مره تخش ثانويه عامه، فما اقدرش اظلمك واقول لك انك تهدي او ما تهديش، ذاكر كويس ولا تشد ولا تريح دلوقتي. فلازم تبقى عارف انك هتشد شويه وهتريح شويه. وخليني اقول لك نصيحه مهمه جدا ليك: بلاش الكتب الكتير في الماده الواحده، لانك هتحس دايما انك مقصر، انك حليت في الكتاب ده وما حليتش في الكتاب ده. فانت دايما حتى لو انت ماشي كويس هتحس جدا بالتقصير تجاه نفسك، فبلاش الكتب الكتير لانها مش بكثره الكتب. طيب دلوقتي تعمل ايه؟ اتحمست في الاول وبدات كويس جدا وكنت ماشي تمام، بس دلوقتي حسيت انك مش قادر تكمل، خلاص يعني بنزينك خلص، ايه العمل؟ خليني اقول لك ان الحل في انك تفصل الراوتر وتشغله تاني. مش بهزر، بس هو فعلا حاجات كتير ماشيه في حياتنا بالنظام ده. تفصل الراوتر وتشغله تاني، افصل دماغك من المود والاجواء اللي انت فيها بتاعت الثانويه، بحيث ان انا اكون خفيف مش حاسس ان في حاجه ضاغطه عليا وعلى نفسي. ممكن تلعب ماتش كوره، تخرج مع اصحابك، تشوف فيلم وثائقي على ناتشنال جيوغرافيك مثلا، يعني لو انت بتحب ده. فانت شوف الحاجه اللي بتخليك في المود وانك تمام وزي الفل واعملها وافصل منها وارجع تاني للمذاكره وللثانويه العامه. وافتكر دايما زي ما هتخطط للمذاكره لازم تخطط للبريك بتاعك وانك تروح عن نفسك. وخلينا نروح للنوع التاني من الطلبه اللي ما كانش بادئ كويس وكان مسوف ومش عاوز يشد في الاول، وشايف ان لو بدا كويس او شد قوي في المذاكره هينسى كده كده قدام، فبيريح دماغه ويذاكر من النهايه. المهم بيحس ان هو خلاص الوقت بيروح منه وفعلا محتاج سنه جديده عشان يبدا ويظبط نفسه والحاجات اللي غلط فيها يصلحها. بس قبل ما تحس ان مفيش وقت انك تذاكر وان الكليه اللي كنت عاوز تخشها خلاص راحت منك، خليني احكي لك عن موقف شخصي حصل معايا في الثانويه العامه. كان عندي مدرس احياء وانا في ثانويه عامه كنت بحبه جدا وهو اللي حاببني اصلا في الماده وكنت بفهم منه بشكل كبير. بدات معاه زي اي سنه، وبعد كام حصه كده المدرس ده تعب، فضلت مستنيه لحد ما يخف، ولكن اتصل بيه قالوا لي المدرس لسه في المستشفى ادعي له. مره مع مره العيد الكبير جه، اجازه العيد خلصت، بتصل بيه مدرس توفاه الله، الله يرحمه ويحسن اليه. زعلت جدا عليه ودماغي عماله تروح وتودي وتجيب، يا ترى هلاقي مدرس زيه ولا مش هلاقي، الله اعلم. اتاخر جدا في المنهج، مش عارف اعمل ايه، انا يا دوبك خلصت دعامه ويا دوبك في بدايه التكاثر، وكل المدرسين اللي حواليا في اواخر الوراثه. والحمد لله وصلت لمدرس كويس احترم دماغي وكان بيفهمني كويس جدا، لدرجه ان انا كنت يا دوبك احضر افهم اروح خلاص مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه تاني. ولكن بيني وبينه فجوه، انا في حته وهو في حته، مش عارف احصل الفجوه ديت ازاي. بفضل الله كان عندي واحد صاحبي كان مخلص المنهج في شهر 11 بتاع الاحياء كله، فكان الحمد لله بيقعد يذاكر لي الحاجات اللي هي واقعه مني. ودخلت الامتحان مش مراجع المنهج، بس انا فاهم المنهج بيقول ايه وفاهم الدنيا كويس الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بده، ولكن مش مخلص المنهج مره واتنين زي الناس كلها. انا يا دوبك يا دوب مخلص حاجات، وفي حاجات راجعت عليها حاجات ما رجعتش عليها. الامتحان كان صعب جدا، امتحان 2015، والحمد لله ربنا كرمني وفهمت الاسئله وجاوبت كويس جدا. في الامتحان دوت جبت 58 من 60، في حين ان صاحبي اللي كان بيشرح لي جاب 51 من 60. ده مش تفوق مني على حد، ولكن دوت توفيق بتاع ربنا. لان احيانا الناس تيجي تقول لك ايه هو ربنا هيسويك بحد بدا من الاول والكلام ده كله، انت بتعمل اللي عليك، كل اللي تقدر تعمله بتعمله، وفي الاخر النتيجه دي مش بتاعتك خالص خالص. اهم حاجه التوفيق بتاع ربنا،
اوعى تفتكر انك جبت مجموع زيادة عن واحد او ايا يكن الشيء اللي بتعمله دوت بمزاجك، ابدا، ده توفيق ربنا ليك وفضل دعاء ابوك وامك ليك. اهم حاجة في شهر 2 تبدأ تستف اوراقك، وكل مادة تقرب للامتحان ظبط نفسك كويس جدا، حدد في كل مادة ايه نقاط ضعفك فيها وحاول تلمها كويس جدا جدا عشان ما الدنيا ما تسيحش منك طول ما انت رايح ناحية الامتحان. خلي كل حاجة متظبطه وزي الفل. انا شايفها سيئة جدا، وهي فكرة اني اقسم السنة عشان اجيب مجموع عالي واخش الكلية اللي انا عاوزها. خليني اقولك انك هتقدر تجيبها في سنة واحدة، ولو قسمت السنة على 2 و3 و4 مش هتجيب اكتر من اللي كان مكتوب لك ابدا. عن تجربة وعن ناس يعني كانوا صحابي ومعايا، قسموا السنة التلاتة محدش جاب فيهم الكلية اللي هو كان محتاجها او اللي هو كان عاوزها وبيحلم بيها. بالعكس، السنة بدأ متقسم على 2 اتقسمت على 3، وكانت مشكلة وموضوع كانش كويس بالمرة. فانصحك تاخدها على سنة زي ما الناس بتاخدها عادي زي ما هي. حدد نقاط ضعفك في كل مادة، حاول تلم اللي ناقصك وتشوف الجديد اللي بتاخده، وتحدد الحاجات اللي ناقصاك من القديم وتظبطها مع الجديد، واحدة واحدة الدنيا هتظبط معاك. اهم حاجة ذاكر بس في الاوقات اللي فيها بركة، يعني ذاكر الصبح بدري بعد الفجر، الاوقات دي بيكون فيها بركة اكتر انك تنجز اكتر، ده هينفعك ان شاء الله وهينجز معاك. وشد حيلك، الدنيا هتظبط معاك ان شاء الله باذن الله. خليني اقولك ان شاء الله لو تعبت دلوقتي وعملت اللي عليك ربنا هيكرمك ان شاء الله، مش هيضيع تعبك وتخش الكلية اللي انت عاوزها ايا يكن الكلية ديت هي ايه، ولكن ان شاء الله لو انت تعبت ربنا هيرزقك بالفيه الخير ليك. مفيش حاجة مضمونة، لا انت ضامن عمرك ولا انت ضامن الكلية اللي تخشها ولا ضامن اي حاجة، ولكن خليني امشيها معاك بالاحتمالات. لو انت دلوقتي ما ذاكرتش خالص، النتيجة في الاخر مفيش مجموع، ولكن انت لو ذاكرت من دلوقتي وشديت حيلك ولميت الدنيا، تيجي في الاخر ربنا يكرمك بمجموع وان شاء الله تخش الكليه اللي انت عاوزها. انت اعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا هيكرمك. وافتكر كلامي، ولما تطلع نتيجه الثانويه العامه ما تنساش تقول لي في كومنت جبت كام عشان تفرحني معاك. وبمناسبه الكليه اللي انت عاوز تخشها، الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه افضل كليه ممكن تكون مناسبه ليك ان شاء الله. ما تنساش تتفرج على الفيديو دوت، مهم جدا ليك، هتلاقيه موجود في الاي اللي فوق ديت. ولو عندك مشكله في المذاكره، فاحنا عندنا على القناه كورس للمذاكره حوالي 3 حلقات ممكن نكمله ممكن ما نكملوش الله اعلم، ولكن ما تنساش تتفرج على الحلقات الموجوده لانها مهمه جدا، تتكلم على نفسيتك مع المذاكره وعلاج التشتت وبعض الوسائل الفعاله اللي ممكن تساعدك في المذاكره. دي كانت حلقه النهارده، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا الحلقات الجايه، وتشاركوا الفيديو دوت مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.